أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للمباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن التي تطرقت لتنمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وخلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع رئيسة وزراء الدنمارك أشار الرئيس السيسي إلى أن البنية الأساسية التي تتوافر بمصر تسمح بتطوير التعاون بين البلدين بمجالات الشحن والنقل البحري والطاقة الجديدة والمتجددة مع الاستعداد لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر قد تحدثنا مع دوله الرئيسه على المستوى الثنائي في اهميه تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ويمكن الفرصه اللي موجوده في مصر سواء من كان موقعها الجغرافي او البنيه الاساسيه المتطوره او وجود المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس تسمح ان احنا نتعاون كثيرا في مجال النقل والشحن البحري واحنا مستعدين زي ما ذكرنا ان احنا في مصر ان احنا نقدم كل التسهيلات المطلوبه لعمل الشركات الدنماركيه في مصر وبما لديها خبره عالميه في هذا المجال. ايضا تحدثنا على امكانيه ان احنا نتعاون في مجالات الطاقه الجديده والمتجدده والهيدروجين ودي والتعاون في مجال الموضوعات التي تخص البيئه ده طبعا يعني ارتباطا بما الجهد اللي مصر عملته في استقبالها لمؤتمر المناخ في كاب 27 في شرم الشيخ